القمة رقم 127 ما بين الكبيرين الأهلي والزمالك، لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري. شايف الماتش إزاي من الناحية الفنية بشكل عام برضه؟ بص يا كابتن اسلام، من الناحيه الفنيه كل الفرقتين، كل فرقه عايزه تكسب المباراه طبعا، بيفرق معاها الثلاث نقاط، بيفرقوا معاهم بشكل كبير جدا. الثقه طبعا اللي بتتاخد بعد المكسب من خلال اللي هيقدر يعني ياخد المبادره ويقدر ينفذ كل الحاجات الفنيه اللي ممكن يتخيلها من خلال جهاز فني، من خلال روح الفانيلا، من خلال تشجيع للجماهير. فطبعا وضع الفرقتين في الجدول يا اسلام، لان في مباراه مؤجله هنا وفي مباراه مؤجله هنا، مش هو ده وضع الفرقتين في جدول المسابقه. لكن هو وضع كاذب بالظبط، مش حقيقي يعني. لكن ده بيبقى على جنب. المباراه دي بيبقى ليها طابع خاص، بيبقى ليها تجهيزات خاصه، بيبقى ليها دوافع خاصه. كل واحد يهمه انه يكسب ثلاث نقاط. نادي الزمالك بيديره جهاز فني اجنبي لسه جاي، كل اللي عمله شيء في المباراه اللي فاتت شيء، والمباراه دي شيء تاني. في حاله المكسب بتديله ثقه في الاستمراريه في الدوري، في كاس افريقيا، في مشواره اللي هو بيبدا يخوضه مع نادي الزمالك. احنا بالنسبه لنا عندنا ثقه موجوده بشكل كبير جدا. مستر كولر بقاله سنة ونص موجود معانا ويمكن أكتر، عاش الأجواء دي إذا كان داخل مصر أو خارج مصر، فعارف قمة الأهلي والزمالك إزاي بتلعب وإزاي بيتخطط لها وإزاي بدوافع الفانيلا الحمراء واللاعبين إزاي تكسبها عشان تنقلك نقلة كبيرة جدا، خصوصا إن إحنا كمان عندنا بطولة أفريقية يهمنا إن مكسبنا بكرة يدينا دافع كمان للمباراة مازيمبي القادمة ان شاء الله. من كل الجوانب الفنيه اللي ممكن تتخيلها كابتن اسلام، بعد المباراتين بتوع الدوري اللي فاتوا، كل معسكر احمر وابيض دخل في تركيز المباراه. خلاص صحيح. الناس قفلت بقى موبايلاتها، اللي لو في مشاكل داخل في اوضه اللبس اتحلت، في مشاكل في البيت اتحلت، في مشاكل مع الجماهير، يعني خلاص الدنيا اتلمت بشكل كبير جدا عشان المباراه دي. فنتمنى ان شاء الله التركيز للعيبه او للفرقتين ينعكس على ادائهم في مباراه القمه، خصوصا يا كابتن اسلام لما تقعد تبص كده تلاقي ارضيه ملعب الاستاد ارضيه عالميه، المدرجات، الجماهير، كل ده انا في رايي يساعد اللعيبه ان هي بكره تخرج لنا مباراه تليق بقمه الاهلي والزمالك. لان القمه اللي قبل كده في السعودية، احنا كسبناها في السعوديه لكن ما كانش الاداء الفني من المنتظر من فرقتين، خصوصا الجماهير اللي جت حشيش وزحفت وكنا نتمنى عايزين نسيب بصمه واحنا ماشيين للكره المصريه داخل المملكه العربيه السعوديه. لكن طبعا بفوز النادي الاهلي نتمنى ان شاء الله باذن الله ان المباراه القادمه يكون لينا بردك الحظ ان احنا نجنس الثلاث نقاط وثمار هذه القمه. كابتن حشيش، طبعا يعني اللعيبه قبل مباراه اهلي وزمالك الاسبوع اللي قبل المباراه بيبقى في تركيز كبير جدا عن اي مباراه، سواء بصراحه افريقيا او ماتش محلي، يعني بيبقى في تركيز كبير جدا من اللعيبه. صحيح. احنا كان على ايامنا اسلام اسبوع، احنا كنا بنلعب طبعا جمعه، ما فيش بقى الحاجات اللي في النص دي. الاسبوع اللي قبل مباراه الزمالك كان جمهور بيحضر التدريبات بتاعتنا سواء صبح او بعد الظهر في استاد التتش، بيبقى مليان استاد التتش. مظبوط. وده كان بيدينا حافز وكان بيدينا اهتمام غير عادي. وبعدين ما ننساش ان مباراه الاهلي والزمالك بتبقى مولد نجوم، يعني الناس ما بتفتكرش مباراه في الدوري بعد مرور سنين زي مباراه اهلي وزمالك، والحقيقه اللي بيجيد فيها بيبقى يعني خلاص حط رجله على باب النجوميه زي ما احنا بنقول. صحيح. فشايف ان المباراه دي بتاعت بكره مباراه مهمه جدا عشان كمان ترتيب الناديين في مسابقه الجدول، خصوصا الزمالك، ان طبعا هتتاخد افريقيا او الناس اللي هتتاهل لافريقيا سواء ابطال دوري او كونفدراليه من الاربعه الاوائل. فالزمالك برغم ان هو لسه ليه مباريات كتيره، انما برضو يعني المكسب يهمه في ان هو يعني ياخد مركز من المراكز الاربعه الاولى. النادي الاهلي طبعا عنده مباريات مؤجله اكتر وعنده فرق نقاط
كبير قوي، فالموضوع بالنسبه له يعني اسهل شويه من نادي الزمالك. هي المباراه في حد ذاتها صعبه، والمباراه دي على قد ان هي يعني بتاعه اللعيبه وتوفيق اللعيبه في الملعب، انما كمان بتاعه مدربين. أيوة. لان الاثنين المديرين الفنيين في المباريات العاديه، انت بتقابل اي فرقه ممكن تكون فرقه مثلا بتلعب لعب عشوائي، جايه يعني تطلع باقل هزيمه من النادي الاهلي او تاخد بونت من النادي الاهلي، انما اهلي وزمالك الاثنين بيلعبوا على المكسب، فمن هنا بتبقى في صعوبه، لان لازم يبقى في توازن في الدفاع والهجوم بالنسبه للفرقتين الاثنين. والمباراه دي مهمه جدا جدا، المدير الفني بيبقى لازم حاطط، لازم يحط ايده على نقاط القوه والضعف في الفريق الثاني عشان يقدر يلعب عليها. مش لازم يغير طريقه، بس هي هتبقى في واجبات اضافيه بالنسبه للعيبه، يعني التكتيك بيبقى واحد او الطريقه بتبقى واحده، انما اداء اللعيبه في الملعب بيبقى كل واحد بيبقى له واجبات معينه على حسب القوه والضعف في المنافس، سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه. احنا طبعا يعني اتمنى طبعا مستر كولر يحط التشكيل المناسب في ظل الغيابات اللي موجوده.